بشرى السعادة في يوم يلاقينا كالنور لاحت وجالت في نواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس فيها اطمأنت لا تجافينا من كل صوب أتات لله تدعونا تحنو علينا وفيها من أمانينا بشرى تجود بكل الحب تحدونا منها أناشد ودن من تأخينا والسعد يطرق باب القلب يرجونا أن نستجيب له حتى يوافينا على دروب الهدى إيماننا فينا يأبى الخضوع لشر في تدانينا بشرى السعادة في يوم يلاقينا كالنور لاحت وجالت في نواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في أطمأنت لا تجافينا والدين يسمو بنا والطهر يرعانا والله من فوقنا يرعى مساعينا قرآننا نهجنا ذكر تغشانا قد جاءنا بالهدى من عند بارينا والمصطفى أحمد بشرى من الغاري طفت بأرض الهدى حتما تلاقينا هذا مقام رضا الإيمان يشدونا لحنا من الصدق في معنى تراضينا والمصطفى أحمد بشرى من الغالي طافت بأرض الهدى حتما تلاقينا هذا مقام رضا الإيمان يشدونا لحنا من الصدق في معنى تراضينا بشرى السعادة في يوم يلاقينا كالنور لاحت وجالت في نواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في اطمأنت لا تجافينا من كل صوب أتات لله تدعونا تحنو علينا وفيها من أمانينا بشرى تجود بكل الحب تحدونا منها أناشد ود من تأخينا والسعد يطرق باب القلب يرجونا أن نستجيب له حتى يوافينا على دروب الهدى إيماننا فينا يأبى الخضوع لشر في تدانينا بشرى السعادة في
اليوم يلاقينا كالنور لاحت وجالت في نواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في أطمأنت لا تجافينا والدين يسمو بنا والطهر يرعانا والله من فوقنا يرعى مساعينا قرآننا نهجنا ذكر تغشانا قد جاءنا بالهدى من عند بارينا والمصطفى أحمد بشرى من الغاري طفت بأرض الهدى حتما تلاقينا هذا مقام رضا الإيمان يشدونا لحنا من الصدق في معنى تراضينا والمصطفى أحمد بشرى من الغالي طافت بأرض الهدى حتما تلاقينا هذا مقام رضا الإيمان يشدونا لحنا من الصدق في معنى تراضينا بشرى السعادة في يوم يلاقينا كالنور لاحت وجالت في نواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في أطمأنت لا تجافينا من كل صوب أتت لله تدعونا تحنو علينا وفيها من أمانينا بشرى تجود بكل الحب تحدونا منها أناشد والدين من تأخينا والسعد يطرق باب القلب يرجونا أن نستجيب له حتى يوافينا على دروب الهدى إيماننا فينا يأبى الخضوع لشر في تدانينا بشرى السعادة في يوم يلاقينا كالنور لاحت وجالت في نواحينا بالخير جاءت وبالأفراح تكسونا والنفس في أطمأنت لا تجافينا والدين يسمو بنا والطهر يرعانا والله من فوقنا يرعى مساعينا قرآننا نهجنا ذكر تغشانا قد جاءنا بالهدى من عند بارينا والمصطفى أحمد بشرى من الغاري طافت بأرض